الألعاب النارية تحول حفلا دينيا في أحد المعابد في الهند إلى مأتم. أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم، وما لا يقل عن 300 آخرين أصيبوا بجروح إثر حريق شب أثناء إطلاق أسهم النارية، عندما كان المئات من الأشخاص يشاركون في احتفالات رأس السنة الهندوسية في معبد بونتيغال البوذية في ولاية كيرالا في جنوب الهند. الحريق اندلع بعد انفجار في مستودع المعبد الذي كان يضم كمية كبيرة من الأسهم النارية بمناسبة الأعياد. رجال الإطفاء والشرطة أمضوا الليلة الماضية في المعبد لإخماد النيران ونقل الجرحى إلى المستشفى. وكانت بعض المصادر أرجعت الحريق إلى سقوط أحد الأسهم النارية على كوخ يستخدم لتخزين الألعاب النارية، ما أدى إلى سلسلة انفجارات ضخمة بسبب احتراق الألعاب النارية في الكوخ وسط المعبد.